مداخلتي هي حول موضوع المغرب والجزائر، تشخيص للصراع واستشراف لسيناريوهات قادمة. عادة أتحدث في منصات أخرى، أتحدث كمحلل، ولكن هنا نظرا لوجود مجموعة من الباحثين والطلبة سأتحدث كباحث أكاديمي أنتمي إلى كلية التي هي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. لن يكون الحديث المعتاد عادة الذي فيه اللغة، لأنه يجب أن نميز وأمام الباحثين بين الفاعل الذي ينتج نشاط وهو فاعل سياسي دولي أو وطني، وبين المحلل الذي قد يكون صحفي أو قد يكون جامعي ولكن دوره هو توجيه رأي العام، وبين الباحث الذي يستعمل المسافة، يستعمل ما يسميه ماكس ويبر الحياد القيم، يضع المسافة مع الظاهرة ويحاول أن يعطي معنى للظاهرة. الظاهرة أمامي وهي وجود صراع وعداء بين الجزائر والمغرب، يكاد يكون وحيد في العالم من حيث حمولته، لأنني أجد فقط نموذج واحد أمامي وهو كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ولكن على الأقل أعرف المنطقة. لما زرتها تجد بأن هناك نوع من التجاوب بين الكوريين في الشمال والجنوب، بينما في العلاقات المغربية الجزائرية هي صعبة من حيث حمولة العداء الذي أنشأ عليه النظام العسكري مجموعة من الجزائريين يوجهون المغرب. ونلاحظ هنا بأن الكثير من الدارسين لا زال يعتقد بأن الجزائر التي أمامنا هي الجزائر القديمة، لهذا نجد الخطاب الذي عادة هو يتداول خطاب الخوا خوا لا مكان. لماذا؟ لأن هناك جيل غادر الجزائر، موجود خارج الجزائر يمكن التعامل معه، ولكن جيل موجود هو صعب. هناك تنشئة خطيرة جدا قام بها العسكر خلال السنوات الماضية. لهذا سأحاول أن أفهم أسباب هذا الصراع، والقراءة هنا ستحتاج إلى علم النفس، إلى علم السياسة، إلى الاقتصاد، إلى التاريخ، إلى علم الاجتماع. وسأقدم 9 عناصر في هذه المداخلة، 6 استنتاجات وخمس سيناريوهات استشراف لما هو قادم. العنصر الأول في تفسير الصراع وهو مسألة التاريخ. نحن أمام دولتين، دولة التي هي المغرب لها تاريخ، ودولة التي هي الجزائر غير موجودة في التاريخ. لماذا؟ وهنا أعطي كلمة واحدة فقط. فالجزائر خضعت إلى استعمارين طويلين، وهما الاستعمار العثماني والاستعمار الفرنسي، لدرجة أن في الوثائق لما نتحدث عن الجزائر، الجزائر هي العاصمة فقط، الأطراف الأخرى لا علاقة لها بالجزائر، لدرجة أن ما يسمى بالثورة الجزائرية فهم كانوا يتحدثون مثلا اليوم عن الجنوب الذي فيه الموارد النفطية وغيرها، يسمونه إفريقيا الداعمة للثورة الجزائرية. إذن هناك مشكل كبير لدى الجزائر يخلق لديها مشاكل سيكولوجية مع المغرب، وهي مسألة التاريخ، دولة بدون تاريخ. بل أكثر من ذلك، حتى في وثائق الأمم المتحدة، فلما نأخذ مثلا الدول التي استعمرتها فرنسا ما هو اسمها؟ لا نجد الجزائر، وهذا عادي. لماذا؟ لأن الجزائر لم تكن موجودة. ولكن أيضا لما نقول ما هي اسم الدول التي خرجت منها فرنسا، لا نجد الجزائر، بمعنى غير موجودة، لا مع الدول التي استعمرتها فرنسا ولا مع الدول التي خرجت من فرنسا. والوثيقة موجودة في عند منظمة الأمم المتحدة ويمكن الرجوع إليها. العنصر الثاني وهو الإيديولوجيات والهوية الوطنية. فلما نقول المغرب نقول دولة أمة، ولما أقول هنا أمة في الدراسات السياسية والدستورية هناك رابطة مشتركة، بمعنى أن الرابطة هي مرت في مراحل تاريخية متعددة. ولكن بالنسبة للجزائر هناك إشكالية مطروحة في العلوم السياسية، وهي أن الجيش أراد صناعة أمة ولم يتمكن، لم يصنع لا دولة لا أمة، لأن المعادلة مطروحة في الدراسات السياسية، من يحدد من؟ عادة الأمة هي التي تحدد الدولة. في الجزائر ليس هناك لا أمة ولا دولة، ويمكن أن نفهمنا هنا مثلا أسطورة المليون شهيد والتي تحولت إلى 1.5 مليون و5 ملايين إلى غير ذلك. هذه عمل أراد الجيش أن يصنع به أمة جزائرية ولم يتمكن من ذلك.
وأيضا قضية الهوية الوطنية من يعود إلى خطاب العمامرة. لحظة قطع العلاقات الدبلوماسية سيكتشف جانب سيكولوجي مهم جدا يكاد يقول أننا سنقطع معكم العلاقات. لماذا؟ لأنكم أنتم لديكم دولة ولديكم أمة، ولكن نحن في عدائنا لم نستطع لا بناء دولة ولا بناء أمة. هذا الجانب السيكولوجي الغير المعلن عنه في خطاب قطع العلاقات الدبلوماسية. العنصر الثالث وهو قضية المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية. المغرب استطاع أن يلتقط التحولات التي وقعت في النظام الدولي من مرحلة القطبية الثنائية إلى الأحادية القطبية التي هي في مرحلة أولى كانت مغلقة ثم أحادية قطبية تشاركية إلى اليوم تعددية قطبية هشة. استطاع أن يلتقط هذه المسألة، بينما الجزائر لحد اليوم لا زالت موجودة في مرحلة الثنائية القطبية، لم تستطع أن تفهم ما يجري في النظام الدولي. لذلك نلاحظ بأنها تتأرجح بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم تحصل في نهاية المطاف لا على دعم روسي ولا دعم أمريكي. العنصر الرابع وهو التأثير الخارجي والتحالفات الدولية. سنلاحظ بأن المغرب، صعود المغرب كقوة إقليمية، واستطاع أن يكيف سياسته الخارجية مثلا في مرحلة السياسة الخارجية المغربية في التسعينات ليست هي السياسة الخارجية المغربية اليوم. حمولة السياسة الخارجية المغربية فيها مجموعة من السياسات العمومية تقدمها للعالم. مثلا المغرب ذهب إلى الاتحاد الإفريقي بسياسة خارجية فيها مجموعة من السياسات التي جربت داخليا. الكل يعتقد بأنه في بداية 2000-2001-2002 كان الكثير يتساءل يقول أين هي، لماذا المغرب لا يذهب إلى إفريقيا؟ المغرب انتظر إلى حين أن جرب السياسة الفلاحية، السياسة البنكية، سياسة في مجال البناء والمنشآت والعقارات، وذهب بها إلى إفريقيا، وهذا تميز. في حين أن الجزائر اليوم ليس لها ما يمكن أن تقدمه على مستوى السياسة الخارجية، لذلك ليس لها تأثير. وما مثلا موجة الهروب دول الساحل من الجزائر، وأيضا قضية مثلا هروب نيجيريا من مسألة ما تحاول الجزائر أن تسميه بأنبوب الجزائر نيجيريا، معناه أنهم لمسوا بأن الجزائر ليس لها تأثير خارجي وليس لها ما يمكن أن تقدمه، مجرد خطاب فقط. وقد تبعتم مثلا أن هناك خطاب نحتاج فقط إلى علم النفس لنشرحه، مثلا من تابع الخطاب الأخير لتبون فهو أصبح في كل خرجة بمثابة أضحوك، ليس لدينا فقط ولكن أضحوك على مستوى العالم. النقطة الخامسة أو العنصر الخامس وهو الوضع الاقتصادي والموارد. دولة بدون موارد كثيرة، نتحدث عن المغرب، هناك مسألة الفوسفات، هناك الموقع الجغرافي، مقابل دولة التي هي دولة البترول والغاز. ورغم ذلك فالجزائر ليس هناك رقم صحيح يخرج منها. كل الأرقام، من تابع مثلا خطاب رئيس الجمهورية سيجد يقول بأنه ليس لديه أرقام. دولة فقيرة رغم وجود الموارد، وكل التقارير الاقتصادية تقول بأن الجزائر لا يمكن نهائيا أن تصبح دولة فيها شعب مثلا فيه مستوى معين من الرفاه. ويمكن أن نقارنها هنا مع دول، هناك دول الخليج ودول أخرى التي هي دول بترولية. الجانب السادس وهو الديناميكيات الداخلية. في الجزائر ليس هناك من يمثل الدولة إلى حد اليوم، ليس هناك ما نسميه برمز الدولة، ليس هناك ما يمكن أن نسميه برجل الذي يمكن أن يتدخل في لحظة الأزمات، ليس هناك ما يسمى بأعراف وممارسات دستورية. أكثر من ذلك ستلاحظون اليوم بأنه لديهم صعوبات مثلا على مستوى إجراء انتخابات. مقابل ذلك هناك المغرب الذي لديه ممارسة دستورية تعود إلى تقريبا هناك دساتير قديمة، وعلى الأقل نأخذ مثلا التجربة الدستورية منذ سنة 1962 إلى حدود دستور 2011. الجانب السابع وهو الدبلوماسية والمفاوضات. المغرب لديه شبكة كثيرة من الاتفاقيات مع دول العالم. الجزائر ليس لها هذا المستوى، بل أنه ملاحظة غريبة على مستوى الاتفاقيات أن هناك دول وقعت اتفاقيات مع الجزائر وانسحبت منها. أعطي مثال فقط، إيطاليا مؤخرا وقعت 12 اتفاقية لم يبقى منها إلا 2. أكثر من ذلك حتى في مجال المرافعات القانونية ستلاحظون بمجرد أن خرج خطاب من المغرب يتحدث بقوة
مع محللين جزائريين ومحللين من اطراف اخرى ومنهم من ميليشيات البوليزاريو، لما وضعت مثلا توصيه 15-14 على المحك والتوصيه 26-25، وخرج خطاب يقول بان هذه التوصيات لا علاقه لها بنزاع الصحراء، ولما خرج الراي مثلا خرجت نقاشات حول الراي الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه وامور اخرى، بدا الخطاب الجزائري يضعف وخطاب البوليزاريو تقريبا هو يختفي. ونعطي مثال هنا، نحن نحتاج اليوم مرة أخرى إلى العودة مثلا إلى مجموعة من الأمور التي هي مجموعات قانونية التي هي تعطينا تبين لنا بأن الذين كانوا يتحدثون، أتحدث هنا عن مرحلة بومبيان ومرحلة وزير الخارجية آنذاك الذي هو عبد العزيز بوتفليقة، صاغوا مجموعة من الأساطير وحولوها إلى مسائل قانونية ولكنها لا تصمد للتحليل. أعطي مثال فقط هنا، أن المغرب أمام محكمة العدل الدولية في سنة 1975 قدم 197 وثيقة، بمعنى 197 حجة وثيقة، وهناك تقريبا وثيقة طويلة حوالي 590 صفحة كلها تتحدث عن ما قدمه المغرب. العنصر الثامن وهو الإعلام والبروباغندا. لا توجد دولة في العالم اليوم لديها ملف واحد ولدى إعلامها ملف واحد مثل الجزائر. لا يوجد إعلام في العالم بتلك الهشاشة بتلك الانفعالية، لدرجة أنكم لاحظتم بأن هناك دولة فهي ترد على وسائل التواصل الاجتماعي، تبون يرد على وسائل التواصل الاجتماعي المغربية، وأيضا وزير الخارجية الجزائري يرد على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا خطاب هش، وأكثر من ذلك أنه فيه الكثير من المفاهيم والمصطلحات العدوانية. الجانب التاسع وهو الأمن والقوة العسكرية. المغرب خاض حربا من سنة 1975 إلى 91 ليس مع البوليزاريو، المغرب خاض الحرب مع الجزائر، وخاض أيضا حرب مع المنظومة الشرقية كاملة. الآن تغيرت الأمور. تغيرت الأمور لماذا؟ لأن الجيش الجزائري لم يتم عملية ما يمكن أن نسميه عصرنته، وهذه شهادات خرجت من تقارير فرنسية وتقارير أمريكية أيضا تتحدث على أن المغرب في ظرف وجيز تحول إلى قوة عسكرية لديها أدوات تكنولوجية حديثة. ويكفي هنا أن نتحدث عن مسألة طائرات بدون طيار، تحول المغرب إلى الدولة الأولى في شمال إفريقيا التي تنتج هذا النوع من الطائرات، وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فهو الثاني بعد إسرائيل. بعد هذا التشخيص، ما هي الاستنتاجات في هذا الصراع؟ هناك صراع بين مسألتين بين المغرب والجزائر. الصراع الأول وهو بين الحدود الموروثة على الاستعمار ومسألة حق الشعوب في تقرير المصير. الجزائر في خطابها متناقضة، تقول في شعاراتها تقول حق الشعوب في تقرير المصير، ولكنها تريد أن تحافظ على مبدأ الحدود الموروثة على الاستعمار. لما عاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، فالجزائر هنا أول ملاحظة طرحتها وهي قالت بأن على المغرب أن يعترف بمبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار. مبدأ الحدود الموروثة على الاستعمار بمعنى كما تركتها فرنسا يجب أن تبقى، وهذا المبدأ ليس مبدأ قانونيا، هو سياسي، حاولوا هو سياسي وأصبح يتداول في المسائل القانونية بطريقة خاطئة. ولكن البحث جيدا في هذه المسألة سيجد بأن المشكل المتعلق بالصحراء سببه هو الصحراء الشرقية. السبب في الصراع منذ البداية وهو ما وقع، ما تركته فرنسا. المشكل هو من يريد أن يتبع الصراع سيجد بأن المشكل هو الصحراء الشرقية. وما يقلق الجزائر اليوم هو أن يتحرك الرأي العام المغربي ويعيد النقاش حول الصحراء الشرقية. هذه تقارير تقولها المجموعة من دول العالم دي. لما يتحرك النقاش فهذا يقلق الجزائر. لماذا؟ لأنها تعرف جيدا بأن المغرب لديه مجموعة من الوثائق التي تثبت أحقيته بالصحراء الشرقية التي نقول بأنها لا زالت محتلة وتركتها فرنسا للمغرب، ورفض السلطان المرحوم محمد الخامس آنذاك رفض المفاوضات مع فرنسا وقال يجب أن ننتظر إلى حين أن تحصل الجزائر على الاستقلال. المسألة الثانية وهي نقطة الاستنتاج وهو فرنسا محدد. في أي لحظة خرجت فرنسا واعترفت بمغربية الصحراء سوف تتفكك الجزائر، بمعنى إذا خرجت فرنسا
وقالت بوضوح بأنها تعترف بمغربية الصحراء سوف تتفكك الجزائر. هذه نقطة يجب أن ننتبه إليها جيدا. النقطة الثالثة أن عقيدة العسكر الذي أمامنا هو دائما منذ استنتاجات أو منذ البناء الذي وضعه الحفيظ وصوف 1956 دائما عدو خارجي هو المغرب وعدو داخلي، بمعنى وضع العسكر كيف يحكم الجزائريين. العدو الخارجي هو ظل ثابت وهو المغرب، والعدو الداخلي هو يتغير، مرة الإسلاميين مرة قضية القبائل كل مرة، بمعنى يتغير مع الزمن. ولكن هناك نظرية يستعملونها، إذا لاحظتم مثلا تحركات شدريحة الأخيرة يستعملون نظرية تعبر عن الضعف وهي نظرية العلم ضربه. ففي كل مرحلة يشعرون بالخطر يحاولون أن يعبئوا الجزائريين حول العلم. هذه مسألة استعملها بالبلة لما أول مرحلة خاف من أن ينقلب عليه وسيقع انقلاب قادة المناطق الستة فاستعمل هذه المسألة. النقطة الأخرى وهي قضية الصحراء المغربية، هناك معطى جغرافي لا يفهمه الكثيرون. فالجزائرية صنعت مجموعة من الأساطير. هل تعرفون بأن هذا المفهوم الذي يروجون له الشعب الصحراوي هو صنع في جامعة مكسيكية؟ صنعوا جامعة مكسيكية وخرجوا به، غير موجود، غير موجود. وأنا دائما أقول في الدراسات القانونية أن الشعب هو مفهوم إيديولوجي موجود داخل المنظومة القانونية، ولكنه إيديولوجي يستعمل بطريقة إيديولوجية، لأن مكونات الدول ليست هي الشعب، السكان. هناك من يخلط في هذه المسألة، عناصر الدولة هي السكان. أقول هنا بأنهم أنتجوا مجموعة من الأساطير، ولكن هذه الأساطير لا تصمد للتحليل. إذا الجغرافيا هنا، فالذي وهذا قالها مؤرخ فرنسي يقول انظروا إلى الجزائر على الخريطة فهي عبارة عن حفرة، لهذا لا يمكن أن تستمر. ولهذا فكروا منذ البداية أن يصنعوا مشكل للوصول إلى المحيط الأطلسي، ولكن الآن المحيط الأطلسي بنى فيه المغرب منظومة أخرى، التي بمعنى المحيط الأطلسي الذي فكر فيه الجزائريون لتفكيك المغرب، المحيط الأطلسي هو الذي سيفكك الجزائر وسوف يعزل الجزائر. أيضا مسألة أخرى وهي في استنتاجات، وهي التنشئة. اليوم وضع خطر في الجزائر، لماذا؟ لأن هناك تنشئة أرباح العسكر في المقررات. تعرفون بأن المقررات العسكرية هي من أخطر المقررات، هي من أخطر ما هو موجود. التنشئة وهي العداء للمغرب، ثم مجموعة من الأساطير حول المغرب، هم لا يعرفون المغرب، ويكفي أن تكون لدينا تلفزيون واحد يمكن أن ينقل المغرب فقط، لا يتحرك، بمعنى لا يتكلم، تلفزيون ينقل صور فيمكن أن يغير الأوضاع في الجزائر. اليوم سأعيد تركيب المشهد بسرعة، ولكن من خلاله أذهب إلى السيناريوهات. المشهد أمامنا اليوم، هناك الجزائر معزولة، المغرب بنى المبادرة الأطلسية وولوج دول الساحل، المغرب بنى تكامل إقليمي مع إسبانيا، المغرب هو أيضا يمتد إلى غرب إفريقيا، المغرب بنى شراكات مع الخليج، المغرب له علاقات قادمة بمعنى مع الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي. مقابل هذا تبدو الجزائر أنها تائهة لدرجة أن حتى الإعلان عن تكتل جديد فقد رفضته في الساعات الأخيرة ليبيا، لا تريد أن تنضم إليه. ما هي السيناريوهات؟ أخطر مسألة، المغرب والجزائر اليوم وصل إلى ما نسميه في العلاقة الدولية نظرية اللعبة الصفرية، أن مجرد إنتاج شيء واحد، حدث في المغرب يكون حدث فرح فهو محزن في الجزائر. أي حدث، بمعنى هذه وضعية صعبة، وهذه الوضعية صعبة كتعطينا سيناريوهات. السيناريو الأول أن يستمر الاضطراب، هذه الوضعية ستطول، هذه العلاقات المتوترة. لماذا؟ لأنه وقع انتقال قوة، المغرب اليوم قوة ولم يعد هناك توازن، بمعنى الجزائر غير قادرة على المنافسة، المغرب. السيناريو الثاني، دائما في العلاقات الدولية نقول سيناريو الحرب، وهو وارد. لماذا؟ لأنه إذا شعر النظام العسكري بأنه يغرق فإنه قد يستعمل ورقة الحرب، وإن كانت الحرب ستعني أنه نهايته. السيناريو الثالث وهو بعيد جدا، بناء علاقة تكامل إقليمي يبدو بأنها صعبة جدا. السيناريو الرابع نسميه في العلاقات الدولية سيناريو البجعة السوداء. نحن ننظر إلى البوليزاريو وننظر إلى الميليشيات، هل تعرفون بأن الجزائر ولو عاد كل الأشخاص الموجودين في المخيمات فإنها ستنشئ بوليزاريو جديد؟ بمعنى
العدد اللي موجود في المخيمات كامل قبل المغرب يدخل سوف تنشئ بوليزاريو جديد. هذه اللي كنسميوها البجع هو ابيض، ولكن يجب ان ننظر الى هذه النقطه هنا. ثم السيناريو الاخير في نظري وهو سيناريو العقرب الذي يعض ديله. كتعرفوا العقرب لما كندور عليه النار كيبدا في العمليه ديال الانتحار. لان الجزائر اليوم كاين قرارات مجلس امن تحاصرها، وهذه سنة حاسمة خاصة فكرة الموائد المستديرة. لديها صراع مع كل محيطها، لديها أزمات مع مجموعة من الدول آخرها الأزمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك انتخابات قادمة غير قادرة على الوصول إليها. ثم هناك مشكل القبائل أيضا ويعود إلى الواجهة. إذا الوضع صعب، وهذا السيناريو اللي كاين اليوم هو اللي كنسميوه العقرب الذي يعض ذيله. وهنا أتذكر ما قيل لي من طرف خبير في الأمم المتحدة يقول بأن قرارات مجلس الأمن التي تصدر منذ سنة 2007 ستغير الأوضاع داخل الجزائر. نحن نقرأها من خلال ملف الصحراء المغربية، ولكنها ستغير. لماذا؟ لأن النظام العسكري وضع نفسه بلغة العلوم السياسية في ورطة لما بنى حكم أنه سيحكم الجزائريين بناء على العداء للمغرب وبناء على قضية استمرار النزاع حول ملف الصحراء الذي وصل إلى نهايته. شكرا لكم، وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.